لم تبقي الميليشيا على شيء لم تقصفه وتدمره في تعز، بعد أن حولت المدينة كلها إلى هدف لقذائفها. هكذا وجد المحافظ مكتبه ومبنى المحافظة. تحكي الصورة بأن الميليشيا تعمد إلى تدمير كل شيء لا تستطيع إحكام قبضتها عليه، وفي المقابل فإن مشهد الدمار هذا لم يثني عزم قيادة السلطة المحلية في المحافظة من التوجه نحو إعادة الحياة إلى المدينة من جديد. هذه المنطقة واقعة يعني السعادة الشرعية، وهي اليوم تنعم بالأمن والأمان. اليوم ليس أمام الانقلابيين إلا القصف بالمدافع والدبابات والقناصة، أما المنطقة هي مثل ما قلت تحت سيطرة المقاومة الوطنية لمحافظة تعز. أنا اليوم في المكتب، أزور المكتب، وقريبا بإذن الله سنؤدي واجبنا من هذا المكتب بإذن الله. زيارة المحافظ شملت العديد من المرافق الحكومية والمواقع الأثرية التي استطاعت المقاومة الشعبية تحريرها من سيطرة الميليشيا خلال الفترة الماضية، لتبقى شاهدة على شموخ المدينة ومقاومتها للمشاريع اللاوطنية. أنا الآن أزور هذه القلعة لأقول من هذا المكان العالي، من هذا المكان المرتفع، تعز بإذن الله مرتفعة وعالية وشامخة بمشروعها وبإنسانها وبأرضها بإذن الله. إذن هي تعز كالعنقاء تخرج من تحت الرماد، وهي تحاول التغلب على دمار الحرب وخرابها وإفساح هامش للحياة في وقت لا زالت قذائف الحوثيين وصالح تنهمر على ساكنيها من كل اتجاه.